ومكملين معكم يا حلوين بالكتاب الكراسة. الدرس الثاني درس عاداتنا، وحكينا أن العادات هي سلوكات نقوم بها باستمرار، ومن العادات الاجتماعية التي أردنية التي نعتز بها حكينا المنسف، اللباس الأردني، القهوة العربية، والدبكة في الأفراح، وزيارة المرضى. ولازم إحنا نحافظ على عاداتنا حتى ننقلها إلى أولادنا وتصل إلى الأجيال القادمة. هون عنا حاطين لنا مجموعة من الصور، حاطين لنا نكتب العادة ما تمثله الصورة من العادات الأردنية. أول صورة إحنا شايفين مريض وفي جنبه أهله وأقاربه، هاي إيش اسمها بنسميها إحنا زيارة المرضى، بنكتب تحتيها زيارة المرضى. عنا الصورة الثانية، شو شايفين بالصورة؟ أحسنتم، هي أكلة المنسف، أكلة المنسف. وأيضا من العادات الأردنية هون بالصورة عنا القهوة العربية، هون اللباس الأردني، وهنا أيضا القهوة العربية، وهون عنا الدبكة الأردنية. هون بحكي لنا أكتب مكونات المنسف الأردني. ذكرنا في الفيديو السابق مكونات المنسف اللي هي اللحم والرز واللبن، ويزين بالصنوبر واللوز. هلأ أنا رح أكتب لكم الإجابات وأبعث لكم إياها صورة. سمي مناسبة تقدم بها القهوة العربية، بالأفراح، بالأحزان، بالنجاح، لما الواحد ينجح بالتوجيهي أو يتخرج من الجامعة بنقدم له القهوة العربية. وهيك بنكون أعطيناكم اليوم درس العادات، وهلأ رح أصور لكم الإجابات وأبعث لكم إياهم حتى تحلهم على الكراسة، ويعطيكم العافية.